سيقوم القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه، والأمر ده هيبقى من شأنه تقديم فرصة ل 350 ألف شركة ممكن توفر فرص عمل لما يقرب من 4 مليون فرد أو إنسان. كما أصدرت توجيهاتي للبنك المركزي على تخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري، بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات متناهية الصغر لا يزيد عن 5% سنويا ومتناقصة. يعني انتم مالكمش عندي حجة بعد كده. صحيح اللي انا بتكلم فيه ده كان احد المعوقات الحقيقية قدام كل شاب او مجموعة شباب عايزة تعمل مشروع. دايما كان خدمة القرض كانت بتبقى عالية وتبقى بتشكل إشكالية قدام الشباب. أنا أعتقد 5% ده رقم أنا بتمنى وهم وكل المصريين بيسمعوني إن يبقى المتناهية الصغر تبقى أقل من 5% كمان بصراحة. يعني على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج الطموح من خلال منظومة مصرفية ممتدة على مستوى الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وبما يسمح بتقديم الخدمات الائتمانية لكافة قطاعات الشعب المصري دون اقتصارها على فئات بعيدها. كما وجهت وزارة الإسكان بالانتهاء من تنفيذ بناء 145 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي للشباب خلال عام 2016 بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه، واستكمالا للمشروع القومي الجاري تنفيذه بإجمالي 244 ألف وحدة سكنية. وفي ذات السياق فإنني كلفت القائمين على مشروع استزراع 1.5 مليون فدان أن يخصصوا نسبة ملائمة من الأراضي بالتملك للشباب من إجمالي أراضي المشروع بالاستفادة من برنامج التمويل الحكومي للشباب. وإيمانا من الدولة المصرية بأن التعليم هو السبيل للنهوض بقدرات أمتنا، فإنني أمرت بتشكيل لجنة قومية متخصصة تحت رعاية رئاسة الجمهورية تشتمل على كافة الوزارات المعنية والمجالس التخصصية وكافة المؤسسات البحثية الوطنية المتخصصة لتحديث المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، بحيث تحقق مجموعة من الأهداف أبرزها أن تراعي أحدث ما وصلت إليه الدراسات العالمية، وتحقق ترسيخا لمنظومة الأخلاق وإطار القيم الوطنية في وجدان أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال 3 شهور.